أحسن لقطة أو اللقطة يعني اللي كانت حلوة خلال الأسبوع اللي فاتت هو مستر مانويل جوزيه، وهو متواجد في النادي الأهلي في مدينة نصر في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. أكيد اسم مستر مانويل جوزيه اسم كبير داخل النادي الأهلي بإنجازاته وبطولاته، يعني واحد من اللي غيروا الخريطة الكروية في مصر لما كان مدرب. اتطلع أجيال كتير، النهارده بنشوف ما شاء الله يعني معظم اللعيبه اللي اشتغلت مع مستر مانويل واحنا كنا بنحقق بطولات معاه دلوقتي موجودين على الساحه، سواء مدربين او سواء في مجال الاداره. اكيد هو اضاف كتير للنادي الاهلي وهو محبوب الجماهير الاهلاويه، حتى بيفضل يعني دايما بيقول مصر بلدي الاول مع البرتغال، فاحنا يعني بنحيي مستر مانويل جوزيه، وهو دلوقتي طبعا موجود مع وادي دجله المشرف العام على اكاديميه وادي دجله، فكان هناك متواجد علشان كان في مهرجان البراعم ومدرسه الكوره، فاحنا بنحيي مستر مانويل جوزيه ان شاء يعني من برنامج الاشبال، وان شاء الله يعني يكون متواجد معانا ويخصنا في حلقه فيما بعد ان شاء الله لبرنامج الاشبال. هو مع كابتن فتحي مبروك طبعا مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. مستر مانويل جوزيه اشتغل سنوات كتيره داخل النادي الاهلي، زي ما اقول لحضراتكم يعني لو قلنا فيه انجازات للكره المصريه فالراجل ده مساهم فيها، مساهم في اللعيبه اللي قدمها لمنتخب مصر في 2006 وفي 2008 وفي 2010، ساهم في اللعيبه اللي خرجت سواء احترفت، ساهم في انجازات كبيره للنادي الاهلي في بطولات افريقيا وبطولات الدوري، فاكيد الراجل ده يعني ليه اسم كبير داخل الكره المصريه.